القوات الجوية راشد العند نضالات أحرار الجوية في مواجهة الفساد والقمع وانتصارهم لمبادئ الخدمة العسكرية وعقيدتها الوطنية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم القائد الجديد في قاعدة الديلم الجوية بصنعاء بمناسبة عودة أحرار الجوية إلى أعمالهم بعد احتجاجات دامت نحو 90 يوما. وتعهد الجند بالعمل مع ضباط وصف وأفراد الجوية على إعادة الاعتبار للقوات الجوية وبنائها على أسس وطنية تلبي متطلبات المرحلة. وقال الجند بأن اليمن تجاوز التحدي الأخطر، وأنه مهما اختلف الناس في التوصيف فإن التحديات القادمة ستكون أسهل، واصفا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأنها الطريق الذي يوصل باليمن إلى بر الأمان. هبطت طائرة أحرار الجوية مكللة بالنصر والحرية والكرامة بعد 3 أشهر من الثورة على الفساد والتهميش والعبث بمقدرات الجوية. ثلاثة أشهر استطاع صقور الجو خلالها استيصال ورم اللواء السرطاني الذي كاد يودي بحاضر الجوية ومستقبلها بعد أن أحالها إلى إقطاع طوال 3 عقود من حكم الأسرة الذي اعتمد سياسة تفريخ البلاطجة واللصوص وانتهاك القوانين والنصوص. القوات الجوية دفاع الدول هذا اليوم وبعد أن تم تعيين قيادة جديدة تعود إلى حضر الأساس، تعود إليهم بعد أن كانت إقطاعية خاصة من أسرة الحاكمة. لم يصدق اللواء المقال محمد صالح الأحمر حين اندلعت شرارة احتجاجات القوات الجوية أن وجوده صار مهددا لدرجة أنه قد يذهب أدراج حذاء انتفض في وجه الصلف والطيش والنزاق، فأرعد وأزبد واستعان بكتائب من الحرس العائلي في محاولة لإيقاف رياح التغيير، لكن الرياح اقتلعت أطنابه وكشفت معايبه وجعلت عواره مكشوفة للفرجة على صفيح الفضيحة. وحين خنقت روائح فساده النتنة أجواء المكان وأصبحت مصدر حرج للقيادة السياسية صدر القرار في حقه، فناوش وناور ثم انحاز لخيار التمرد ملتمسا فيه جبلا يعصمه من الرحيل على متن حذاء الحاتمي محنطا بقرار نقله إلى شؤون التصنيع العسكري، فما أغناه ذلك شيئا بل أضاف إلى سيرة القرصان صفة متمرد، وحضر العالم ممثلا في المبعوث الأممي مراسم زفافه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. اليوم عاد أحرار الجوية إلى ثكناتهم ومقرات عملهم، وقد تبدلت الأرض والوجوه على وقع قيامتهم. عاد صقور الجو مظفرين بالنجاح، جاعلين أنفسهم في خدمة الوطن ورهن إشارة القيادة السياسية ممثلة في الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وفي رحاب الجوية وجد الأحرار قائدهم الجديد في استقبالهم، ثمن الجند ثورتهم وشكر نضالهم وألزم نفسه أمام التاريخ والوطن باجتثاث الفساد وأن تكون قيادة الجوية في خدمة أبنائها حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم ويحافظوا على جاهزيتهم، كما دعاهم لمزيد من التلاحم واليقظة في التصدي لكل المخاطر وتجاوز التحديات وصولا باليمن الى بر الامان. اسمعوني باسمي وباسم قيادة الجوية ارحب بحضرتكم الى قوات الجوية دفاع الجوية. وانا من قيادة الجماعة اليوم اوجه اعتذارا شخصيا لي لكم كزملاء لنا في الحرم المدينة، كما يمثل التأكيد رجاء تمامكم بعد كل المتعب أدى إلى التغيير المنشور، وأصدق بأن اليمن على إجراء الأمر الحرام الأصعب، وعلينا جميعا تقييم النصر.
أبناء عافون وعفوا، وعلى الجميع أن يحتكم للمرجعية التي أقويناها والممثلة في الممارسة الخليجية وأجلها التنفيذية. إنكم اليوم طالبون ومطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتصدي الحازم لكل تلك الأخطاء والتمسك بأعلى درجات الإقلاع، كما أنكم مطالبون بالحفاظ على الجهاز القتالية ونفح الروح المعنوية الحالية والحمل الجهاز على ند كل أشكال ولايات الطيبة شرطية كانت أو مناطقية أو ثنائية أو قبلية. أثبتت الثورة الجوية أن أطقم ومدرعات التمرد والعنجهية لا تقوى على الصمود أمام إرادة الأحرار جوا وبرا، وأثبت عسكر عائلة المخلوع أنه لا يوجد أجرأ من حصان أعمى ولا أغبى من شاويش يتمرد في حضرة الشعب العظيم.